السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا العزيز؟ لعلك بخير. الحمد لله، الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. نفعنا الله بك في الدنيا والآخرة. وإياك يا رب والسمين. والله يا مولانا أنا كنت أبحث عن زوجة صالحة، فوجدت زوجة تتعدى عني يعني أكبر مني سنا بثمان سنوات. وتطبيقا لسنة رسول الله وبنية التقرب إلى الله تزوجتها. فحصل بعد ذلك موضوع في البيت، أمرتني أن أعتزل من أمي وأبي وألا أزورهم، وخيرتني بين الطلاق وبين بر والدي. خيرتك هي التي خيرتك بين الطلاق وبين بر والديك؟ قالت لي نصا، قالت لي هؤلاء يجلبون إلينا الخراب. وهي صادقة ولا كاذبة؟ وهي صادقة يا مولانا في هذا الكلام. هذا الكلام هي صادقة فيه. طيب يعني إذا لازم تبين العلة، يعني هؤلاء يجلبون لنا الخراب. ما أنا 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 لا أتدخل في شؤون والدي، ولكن أبرهم من وقت لآخر، أزورهم وأقدم لهم المساعدة، وإن طلبوني يعني لا أقصر في طلبهم، ومنعزل عنهم. هي مش عايزان إن أنا حتى لو كل أسبوع أروح أزورهم وأقدم إليهم البر. هل إذا زرتهم، نعم، هل أنت إذا زرتهم جلبوا لك الخراب أيضا بزيارتك لهم؟ لم يجلبوا لي الخراب إطلاقا، وضاغين بزوجتي. طب خلاص، لم يقصروا معها نهائيا. على كل حال ليس لها ذلك، وإن أرادت أن تطلق وأنت عجزت عن الإصلاح خلاص، نعم، طلقها، ما في مشكلة. أطلقها إذا قالت هذا شرط، شرطي ألا تذهب إلى أبويك أبدا ولا تزورهما. قلنا لا، يا إما تطلق خلاص، قلنا مع السلامة. أنا ما دام لم يحصل ضرر من وراء زيارتك لأبويك، ضرر والدي يجلب إليها المال ويعطيها، وأمي كذلك، وهي معي أنا داخل البيت بوجه وأسلوب ضد والدي لا يرضي الله، ومعهم يا أمي خلاص يعني وتقدم لهم الخدمات، ولكن بيني وبينها تقبح في أرضها في الكلام. خلاص، المهم لا تتكلم في أرضها كثيرا الآن، لأننا يعني سهونا واسترسلنا معك في هذه المشكلة الخاصة على أمام الناس. على كل أجبتك بلدي أنت.